السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سوف أجرب معكم الوصفة التي نصح بها الدكتور بيرج لحل مشكل الصدفية. صراحة أنا كان عاني من نفس المشكل، لذلك قررت أن أشتري جميع الأشياء التي وصفها الدكتور. وصراحة أنا يلاه يعني بدأت في تجربتها. وأول شيء صراحة اللي لاحظت أنه بعد تجربة زيت الطمانو، هذا الزيت صراحة زيت سحري فعلا، لأنني صراحة عند أول تجربة يعني الوجه ديالي، البشرة أصبحت يعني عادية وبدون أي يعني احمرار، وبدون أي آثار، وبدون أي شيء، يعني كأنه يعني البشرة تنظفت، يعني أصبحت نظيفة وأصبحت رطبة، ويعني المشكل تاع الجلد يعني صراحة تحسن، يعني كأنك يعني عملت يعني كريمات، أو يعني الكريمات الخاصة بالصدفية. ولكن صراحة هذه نسخة مطورة من تلك يعني الكريمات، لأن صراحة منتوج أصلي. وشيء آخر هو من مدغشقر كما كتشوفوا. صراحة هذه السعر ديالها كان تقريبا 13 دولار مع الشحن، يعني توتال يعني 15 دولار تقريبا. وبالنسبة أيضا للوصفة الثانية، الناس يعني اللي عندهم المشكلة تاع الصدفية، قال الدكتور أنه كيكون عندهم أيضا يعني نقص من فيتامينات الدي، لذلك هو قدم هذا الدي 3 مع الكادو، فهو صراحة هذا كناخده يوميا. صراحة مهم، يعني ما نقدرش نقول لكم يعني النتائج، لكن صراحة بان لي مزيان. بالنسبة للجلوتامين فهو حمض أميني ضروري لصحة الأمعاء وأيضا للمناعة. يعني كيف ما كتعرفوا الناس اللي كيكون عندهم صدفية كيكون عندهم مشكل ديال المناعة، هو مشكل ماشي مشكل جلدي ولكن مشكل ديال المناعة. لذلك كاينين يعني يمكن لكم تشريوه على شكل أقراص من بارافارماسي، ولكن المشكل ديال الاقراص يعني فيه فقط 500 ديال 500 ميلي غرام او 1 غرام، وهي كتكون نسبة ضعيفة بالمقارنة مع البودر. البودر اللي كتكون فيه كما كتشوفوا هنا راه 5 غرام، هذا راه فيه 5 غرام ديال الجلوتامين. لذلك ملعقة صغيرة ديال القهوة، ملعقة صغيرة ديال الجلوتامين فهي كتوازي 5 غرام ديال الجلوتامين. بعكس هذا خصكم تناولوا يعني كل يعني جوج حبات يعني 1 غرام، يعني خصكم بزاف يعني 15 حبات. ما صراحة هما هنا في هنا يعني كيوصيو فقط بثلاثة، حيث الكبسولات اعتقد ليست كالمسحوق. لذلك المهم كبداية يمكن لكم تبداو بالاقراص ومن بعد دوزوا لهذا المسحوق، حيث هذا صراحة فيه كمية كثيرة، ويمكن لكم تناولوا حتى 30 غرام كحد أقصى. هو صراحة كاين الناس اللي تجاوزوا حتى 40 غرام، قلبت في الانترنت، ولكن المهم يعني ما تحاولوش توصلوا 30، يعني بداو فقط ب 10 غرام كيف ما وصى الدكتور. المهم هذه الأشياء هما اللي حاليا ديت كنجرب فيهم، وإن شاء الله سوف يعني أشارك معكم التجربة بعد مرور الأيام، وسوف أعطيكم يعني ملخص ديال هذا الشيء. وايضا ساتكلم ان شاء الله على يعني الاغذيه الصحيه التي يجب تناولها والتي لا يجب تناولها. وكنت خديت يعني من هذه الحلقه ايضا من الدكتور الفايد. المهم وايضا يعني قلبت مجموعه الفيديوهات، ويعني قريت مجموعه من الاشياء. المهم سوف احاول يعني وضع ملخص لهذا الشيء، وكنوريكم يعني النظام الغذائي ديالي حاليا. صراحه اقتطعت هذا القهوه، صراحه صعبه جدا حتى ولفتها بزاف، ولكن بسبب هذا المشكل ديال الصدفيه حاليا ما بقيتش كناخذ القهوه. المهم يلاه بديت هذا الشيء 6 ايام يعني اليوم يعني بدون قهوه. المهم صراحه وبدون لحوم، بدون يعني بزاف الاشياء، صراحه صعبه الناس اللي كيعانيوا من هذا المرض. الله يشافي الجميع، وإن شاء الله يعني إلى فيديو قادم إن شاء الله باش نكمل له هذا الموضوع.